المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط، وحول ما يجب فعله لدى برلمانات وحكومات بلدانهم من أجل السلام في منطقتنا وبخاصة في سوريا والعراق، ومن أجل عودة النازحين واللاجئين والمطرودين عنوة من بيوتهم بكرامة وبكامل حقوق المواطنة. وسنستقبل في اليومين الأخيرين من دورتنا سيادة المطران فينشينسو باليا رئيس المجلس الحبري للعائلة في أعقاب الجمعية غير العادية لسينودس الأساقف الروماني التي انعقدت في تشرين الأول الماضي برئاسة قداسة البابا فرانسيس، وكان موضوعها كما تعلمون التحديات الرعوية للعائلة في سياق الكرازة بالإنجيل، وقد شاركنا فيه مع أصحاب الغبطة البطاركة. تتضمن أعمال الدعوة 4 مساحات: الأولى موضوع الدورة، العائلة المسيحية في لبنان واقعها ورسالتها وخدمة الكنيسة. سيعالج المحاضرون واقعها من ناحية القوانين المدنية المختصة بالعائلة وأسباب تفككها في ضوء الدعاوى الزواجية والتحديات التي تواجهها، ثم يرسمون مجالات رعوية العائلة التي تضمن غايتها وتشدد أواصرها وتمكنها من القيام بدورها ورسالتها في المجتمع والكنيسة والدولة. المساحة الثانية مسائل رعوية تتصل بخدمة الأسرار، ولا سيما منها المعمودية والمناولة والزواج. الثالثة تقارير اللجان والهيئات. سيطلع الآباء على التقارير التي قدمتها لجان المجلس والهيئات التابعة له، وهي مودعة في حقيبة الدورة، وسيتخذون المقررات والتوصيات اللازمة لعملها والنشاطات الملائمة لبلوغ أهدافها. المساحة الرابعة شؤون إدارية. سيجري الآباء اقتراعات لانتخاب مسؤولين في المواقع الشاغرة في لجان المجلس والهيئات التابعة له. لكن العائلة ليست من مسؤولية الكنيسة وحدها، بل هي أيضا وخاصة من مسؤولية الدولة في كل ما يختص بحياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية. فالدولة مسؤولة عن توفير حاجاتها على هذه الأصعدة تشريعيا وإجرائيا، إنمائيا وثقافيا، فانتمائيا وطنيا فاعلا. ولا تستطيع الدولة إهمال هذا الواجب من دون رقيب أو حسيب. لقد وجدت الجماعة السياسية والسلطة العامة من أجل تأمين الخير العام بالعمل الجدي والمسؤول من قبلها لتأمين حاجات العائلة 4 المذكورة، فتتوفر معها حاجات جميع المواطنين. تفقد الجماعة السياسية والسلطة العامة مبرر وجودها وغايته إذا لم تكن ملتزمة بما أوكل إليها الشعب وفقا لما يرسم لها الدستور في مقدمته، إن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها بواسطة مؤسسات الدولة. لا يمكن القبول بهذا النوع من ممارسة العمل السياسي والسلطة العامة كما يجري حاليا في لبنان. هل من عقل سليم يستطيع أن يتصور أن السلطة السياسية تعمل جاهدة على تعطيل النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والترقي الحضاري والولاء للوطن؟ هذا يجري ويا للأسف عندنا في لبنان. الدول الراقية تحافظ على مواطنيها لأنها قواها الحية، فتوفر لها المستوى الاقتصادي والمعيشي الأفضل مع فرص عمل تؤمن للمواطنين إمكانية اختيار حقل العمل والوظيفة الذي يناسب قدراته واختصاصه ومواهبه وطموحاته، وتحفز إبداعه على أرض الوطن. هذا ما لا تفعله الدولة اللبنانية، ويا للأسف، بسبب عجز طبقتها السياسية الحاكمة. وهذا ما تفعله عنها مشكورة الدول الأخرى من عالم الانتشار التي تحتضن أبناء لبنان وبناته وعائلاته التي أصبحت منتشرة في جميع بلدان القارات 5. لقد زرنا معظمها، وكان آخرها أستراليا،
وكم عبرت جالياتنا عن أسفها لانحطاط العمل السياسي في لبنان ولسوء ممارسة السلطة العامة والانتفاء الأخلاقي والضمير الوطني فيهما. إن اللبنانيين المنتشرين متألمون للغاية ونحن مثلهم ومجروحون في كرامتهم الوطنية ويقبحون أصحاب السلطة السياسية وبخاصة النواب الذين يخونون مسؤوليتهم الوطنية بافتعال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان لخدمة أهداف ومآرب شخصية وفئوية ومذهبية داخلية وخارجية، والإمعان في مخالفة الدستور بعدم انتخاب رئيس للبلاد وبنشر شريعة الغاب واستباحة الفلتان في المؤسسات والفساد في الإدارات العامة والمال العام والاستيلاء الفئوي والمذهبي على المرافق العامة وقدرات الدولة. اللبنانيون المنتشرون ونحن معهم ينددون بالنواب اللبنانيين الذين يفتعلون خطر الفراغ على المستوى السلطة التشريعية فيخالفون الدستور وإرادة الشعب ويستعملون الوكالة المعطاة لهم من الشعب الذي انتخبهم لمدة معينة كأنها حق خاص ويمددون ولايتهم لأنفسهم، وبذلك يخالفون مجددا وبدم بارد دستور البلاد. كل هذه التجاوزات إنما تقع ضحيتها العائلة اللبنانية أيا كان دينها أو انتماؤها أو لونها أو مذهبها. إن الكنيسة من جهتها ستضاعف جهودها في خدمة حاجات العائلات بكل ما لديها من سبل ومؤسسات وإمكانيات، فنوجه النداء إلى المجتمع المدني لكي يأخذ بيده زمام أموره ويعمل بكل قواه للمحافظة على وحدته وتضامنه من أجل حماية العائلة وتوفير خيرها بكل أبعاده، وفيما نثمن ما يقوم به القطاع الخاص من نشاطات توفر لآلاف اللبنانيين مجالات العمل والتوظيف، نطلب منه أن يضاعف جهوده هو أيضا في هذا السبيل لكي نحد من آفة الجوع والهجرة التي تتعرض لها العائلة اللبنانية. وإننا نمد يدنا إلى ذوي الإرادة الحسنة في لبنان وبلدان الانتشار لكي يقوموا هم أيضا بمشاريع إنمائية من شأنها أن تحافظ على دورة الحياة الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والثقافية في لبنان. أما الشعب اللبناني فنناشده الاستمرار في صموده ومطالبة المسؤولين السياسيين بحقوقه والسهر على حماية الدولة من كل ما يهدد كيانها أرضا وشعبا ومؤسسات. أيها الآباء الأجلاء والأخوات المحترمات، العائلة في لبنان مهددة في وحدتها وكرامتها في عيشها الكريم ومصيرها، والعائلة الوطنية اللبنانية مهددة في كيانها ومستقبلها. أعين الجميع موجهة إلى الكنيسة وإلى رعاتها، فإن بهذه المسؤولية الخطيرة نقوم بأعمال دورتنا السنوية هذه، راجين من الله أن ينير سبيلنا لمجده ولخير كل عائلة صغيرة ولخير العائلة اللبنانية جمعاء. والشكر لإصغائكم.